الولادة المتعثرة، سمعتك بتقولي في ساعات ماشية بيبقى عندها ولادة متعثرة، تمام. بتتعاملوا معاها ازاي؟ هو بصي حضرتك، احنا ثلاثة، انا في التخصص بتاعي في التشخيص المعملي معايا دكتورة اماني ماسكة التشخيص بتاع التناسليات. لو في اي مشكلة اتصلوا بينا، قالوا لنا مثلا في حيوان قاعد مثلا من بالليل لحد الصبح، الجنين مثلا مش راضي يخرج، في جزء منه خرج، الكلام ده كله. فبنروح، بروح انا وهي بناخد الادوات بتاعتنا معانا والادوية والعلاجات، وبنتنقل لمكان المزرعة ونبدأ بقى نهندل الموقف، يعني زي طبعا معلمونا في الكلية بتاعتنا بطريقة معينة، لحد ما نستنى مع صاحب الحالة لحد ما الجنين يخرج بسلام والأم برضو، ونفضل قاعدين كده مستنيين شوية ونطبق العلاجات بتاعتنا لحد ما الأمور بتمشي. يعني هي بيبقى صعب ومحتاج مجهود. بصي تحكي لنا في التفاصيل، يعني بتطلعي المولود ده ازاي، بتعملوا ايه؟ صعبه، حاجه تكنيكال قوي يعني. في بعض المواليد انت عشان تخرجيها لازم بتربطيها بقى من جوه وبتشدي من الرجلين، يعني عايزه اقول لك حاجه صعبه. الولاده ممكن تقعد قد ايه؟ ممكن تاخد مثلا حاجات، في حاجات تاخد ساعتين، في حاجات بتاخد ثلاثه، في ساعات بتضطري تعملي سيزاريان سكشن، بتفتحي علشان تنزلي المولود اصلا. في حالات للاسف المولود مش ما بيتكتبلوش النجاه، فبرضه بتمر علينا حاجات زي كده كتير، بس بتبقى حاجات تكنيكال قوي. بنحاول ان احنا يعني نساعدهم على قدر الامكان، وبنحاول احنا بقى نتابع بقى حتى بعد الولاده، بنتابع الام بس على الاقل بتحاولي تحافظي على حياه المشايه الاصليه، يعني الاصليه طبعا، وعلى الجنين على قدر الامكان. ده يعني بعض الحالات اللي بتصادف ما بيبقى لناش يد فيها.